عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا مختلف، مش هنطبخ فيه. النهاردة هنعمل ريفيو على كيس الحلواني السيليكون أو كيس الكريم شانتيه السيليكون. هو ده شكله. هو طبعا السيليكون أحسن من الكيس الحلواني المشمع اللي هو لونه أبيض دوت، أحسن بكتير جدا وسعره معقول. انا جبته من حوالي يومين وعملت معاكم بلح الشام، وهسيب لكم الرابط بتاع بلح الشام عشان تشوفوني وانا بستخدمه في صندوق الوصف. هي دي العلبة بتاعته، هنفتحه كده. بسم الله. هو ده شكله، وبيبقى معاه الاقماع بتاعته. الخامة بتاعته نظيفة جدا وجميلة، وحجمه مناسب، حجمه كبير، وفي علاقة عشان لما نغسله نعلقه ويتصفى. هو بيجي متركب معاه القمع ده. ده النوع النجيف على فكرة، دوت بيتباع ب35 وب25، بس انا جبته من تاجر الجملة ب15 جنيه، يعني جبته رخيص جدا. بصوا الخامة بتاعته، الخامة بتاعته حلوة. في التقليد بتاعه بيبقى مش في العلبة الكرتون دي، بيبقى في كارت كده او في كيسة، والخامة بتاعته بتبقى خفيفة ومش حلو، ومش بيبقى متركب فيه القمع ده. بصوا بقى بيتركب ازاي القمع. بتيجي الحتة دي اللي هي اللي جوه بنركبها، انا هوريها لكم. بسم الله اهو. هو بيجي متركب عامة، بس أنا بحب أوريكم كل حاجة بالتفصيل. أهو القطعة دي بندخلها من جوه، هي دي اللي بيشبك فيها القمع، مش هنطلعها للآخر. ماشي، هنطلع نصها بس، شايفين؟ وبنجيب القمع بنركبه في السامولة، القمع اللي انتوا عايزينه، الشكل اللي انتوا عايزينه. دوت قمع للكريم شانتيه والبلح الشام، وبنربط السامولة على القطعة دي اللي هو البوز ده عشان تربط على الكيس نفسه وما يفلتش مننا. اهو شايفين، اهو بيربط على الكيس نفسه عشان الكيس ما يفلتش. اما بالنسبة للقماع اللي معاه واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، غير اللي متركب فيه، يعني ست قماع. دوت للبسكوت، شايفين الوش دوت للبسكوت، وده للكريم شانتيه برضو بس رفيع. كل دول للكريم شانتيه بس اشكال طبعا مختلفة. هو ده بس للبسكوت، ودوت للكريم شانتيه والبلح الشام. اهم حاجه احنا نحافظ عليه واحنا بنحط العجينه، ما تبقاش العجينه قاسيه وناشفه قوي، عشان لو حطينا العجينه ناشفه واتكينا عليه ممكن يفرقع ويبوظ. انا كنت جايبه اللي هو الابيض المشمع، حطيت فيه عجينه البوتيفور فرقع مني من اول مره، فدوت يعتبر احسن. احنا استخدمناه في بلح الشام وشفتوه معايا في بلح الشام، والعجينة كانت نازلة منه بمنتهى السلاسة. يعني لو عجبكم قمع الحلواني او كيس الكريم شانتيه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.